حاليا البيض تيعرفوا واحد الزياده اللي هي مهوله ومرتفعه، حاليا واصل في الضيعه ب 132 فرانك في الضيعات، كيوصل للمواطن تقريبا 150 فرانك 160 فرانك حتى 170 فرانك، هذا هو الثمن باش كيوصل للمواطن. بالنسبه اخويا اولا قبل ما نبدا، يعني عطيت دابا حاليا الثمن، ولكن قبل ما نبدا غادي نشير لواحد النقطه اللي هي نقطه غادي ولا رساله غادي نوجهها للوزير الفلاحه والصيد البحري محمد الصديقي، لانه كان وعد المغاربه في اخر تصريحات ليه بوعد المغاربه انه الثمن ديال البيض وديال الدجاج غيعرف واحد الاستقرار وغيعرف واحد التراجع قبل حلول شهر رمضان، لكن ما نلاحظوا انه كاين العكس تماما، ما كاين لا تراجع لا والو، يوميا كاينين الزيادات خصوصا في تجاره البيض، لانه اهل مكه ادرى بشعابها، نحن ادرى بما نعيش، بما هادشي اللي كنعيشوا فيه رحنا عايشين وعارفين شنو كاين، يوميا كاينين زيادات. لربما هادشي يقدر يكون راجع لتكلفة الإنتاج اللي ولات غالية، لربما راجع لقلة الإنتاج، لربما راجع للإحتكار واللي هو مشكل كبير وعويص كنعيشو منه كنعيشوه، الناس كيشرو بيض وكيخبوه في فيرمات. المشكل الرابع اللي هو لب ديال هاد الأزمة اللي هو المزايدات أو المضاربة أو لا سموها كما بغا يسموها، كاينين فيرمات هنايا في المغرب، ماشي كلهم، ما كنهضرش عليهم كلهم، ولكن واحد النسبه قليله نقدر نقول واحد 4 الفيرمات او لا 5 الفيرمات هما السبب او اللب ديال هذا المشكل، لانهم كيدخلوا في المزايدات وهما اللي كيرفعوا السوق، الثمن ديال السوق كيرفعوه. كيف يعقل انه الاعراف ديال البيض معروف بانه كاين واحد الثمن كيخرج من البياضه اللي هو ثمن كيكون عند كاين عندها لامين او اللي عندها جمعيه ديالها اللي هي البياضه، كتخرج بواحد الثمن اللي باش خرج هذاك داك البيض كل يوم. من الاعراف ديالنا انه كنا كنشرو الثمن بهذاك الشيء باش خرج البياضه، ناقص فرانك او لا جوج، دابا حاليا لا، ولينا كنشرو بزائد 3 أو 4، منافي هذا تماما للديكلاراسيون، يعني باش ديكلارات الجمعيه ديال المنتجين، باش نكونوا صريحين، جمعيه المنتجين كديكلاري ثمن وكتعطينا ثمن اخر، راه كتزيد علينا ثمن بسبب السبب لهاد الخمسه د الفيرمات او الاربعه د الفيرمات، لانهم كيدخلوا في مزايد، حنا هذوك المزايد ما عرفناش شكون كيدخل فيهم. شكون هما؟ واش مول الفيرما نيت شاري عند مول الفيرما؟ حنا ما عارفينش واش هذا بيع وشري، واش هذا ميساج كيكتبو غير هو الراسو نيت كيصيفط الراسو كيزيد على راسو، لا ربما حنا ما كنعرفوش. هاد المزايدات مثلا كيفيق في الصباح هاد مول الفيرما كيكون عنده واحد 120 الف الانتاج ولا 200 الف الانتاج، كيصيفط ميساج داير جروب مثلا في الواتساب، داير جروب هادشي اللي كاين الواقع غادي نهضروا عليه باش ما نخبوش الشمس بالغربال، يعني نكونوا صريحين. هاد الناس هادو تيفيقوا في الصباح عنده 200 الف ديال الانتاج، كيلوح بانه هذيك 200 الف ها هي راه كاينه، كيريح واحد ربع ساعه يقول لك راه عطوني فيها 128، يريح واحد نص ساعه يقول لك راه عطوني فيها 129. حنا شكون اللي عطاه هذيك 128 ولا عطاه هذيك 129؟ حنا ما كنعرفوهمش شكون هما، ما عندناش شكون هاد الناس هادو، هذه الدلاله ما عرفناش شكون كيدخل فيها، واش مول الفيرمانيت، واش هو كيصيفط داك الميساج لراسو، بهذا كيقود جميع الفيرمات اللي كاينين في المغرب انهم يرفعوا الثمن ديال البيض. هذا هو الاشكال العويص اللي تنعيشوا منه. ماشي كلهم، واعيد كنعاود نجدها، ماشي كلهم، بعض الفيرمات الله يهديهم، اما الفيرمات الاخرين راه كيتبعوهم مجبرون اخاك لا مكرهو. حنا لهذا كنوجهوا لهم واحد الخطاب تكون يعني الامور ميسره، لا بيننا لا حنا كتجار لا كمنتجين لا كمشتري كيوصلوا البيض الثمن، يصحوا فيهم الضمير الوطني ماشي الضمير المهني. هذا راه شهر ديال العبادات ماشي شهر الزيادات، جايه واحد الفتره الناس مسكينه مقهوره بالغلاء، كيف يعقل ان الناس ولات كتمشي الناس بنهار، وفين هي الناس اللي كانت كتاخذ جوج بلاطوات بلاطو داكشي؟ ما بقاش حاليا، دابا اللي كيجي مسكين كياخذ 5 البيضات 3 البيضات 4 البيضات، هادشي علاش ولا قاد؟ واش هذه تجاره؟ وكيف يعقل انكم تعطونا ثمن باش كتبيعوا كفيرمات وتزيدوا علينا ثمن اكثر؟ صحيو الضمير ديالكم، انا كنقولها لهم من هذا المنبر هذا، يصحيو الضمير ديالهم ويتعاونوا مع الناس ويتعاونوا مع التجار، راه التجار هما باش هما باقيين خدامين، هاد التجار هادو هما باش باقي خدامين، لا هما لا هاد الموزعين، يعني يكونوا عقلانيين شي شويه ويتخذوا قرارات صائبه ويريحوا عاوتاني اطابل ويريحوا مجموعين ويشوفوا الشيء اللي غاديين به، واش غاديين مزيان اولا غاديين في واحد المشكل اللي غادي يخرجهم في ما لا تحمد عقباه.